مرحبا، كيفكم؟ اليوم رح نحضر مع بعض واحدة من أشهى وأسهل الوصفات التركية، وهي الصوصو طابوك. منروح للمقادير: 500 جرام صدر دجاج، 10 حبات فطر، 200 ملل كريمة، 200 جرام ماكرونة، نص كاس زيت زيتون، نص معلقة صغيرة زعتر، معلقة كبيرة كاري، معلقة كبيرة خيل أبيض، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، فصين ثوم، ومعلقة صغيرة ملح. منروح للتحضير: منضيف للدجاج نص كاس زيت زيتون، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة كبيرة خل أبيض، فصين ثوم مهروسين، ونص معلقة صغيرة زعتر، ومعلقة كبيرة كاري. نخلط المكونات مع بعض منيح، ونحطهم بالمقلاي على نار متوسطة. لما يتغير لون الدجاج راح نضيف الفطر ومنحركهم كل شوي. وهلأ استوت اللحمة عندي، راح أضيف نص كمية كريمة وبخليهم دقيقتين على النار. لتحضير المعكرونة عنا لترين مي مغلية، معلقة كبيرة زيت نباتي، نضيف لهم معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة كاري، وبعدها رح أضيف المعكرونة. هلأ المعكرونة استوت وصفيت ميتها، رح أضيف باقي كمية الكريمة وبتكون جاهزة.